السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، شاهدوا كيف تعامل هاد الجزائريين مع ذئب جائع وجدوه في البرية. تابعوا معنا هذا الفيديو. شوفوا السلام عليكم، شوفوا الثعلب هنا كيفاش طلع لنا. رانا في الجبل هنا، رانا مكومبيين، راني مع ماني ورياض ونبيل. شوفوا كيفاش يقدم لي. شوفوا شوفوا شوفوا، سبحان الله، اول مره نشوف اللقطه هذه في حياتي. ربي يبارك. دوك يروح ياكل هي وعاود يرجع. شوفوا هاو ياكل. شوفوا شوفوا سبحان الله، هاو هاني زدت لهنا دركم بالضوء باش يبان مليح. والله قرا فينا الامان. هيا هيا هاك، هيا 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 هاك. ارواح واش نسميوها رياض؟ واش نسميوهم؟ ميموا هتلر. هيا هتلر ارواح. هاي يا سبحان الله العظيم. هاي ارواح. هاي 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 خليه من يدك. ايه طيش. هاي اصلا ندير الضوء باش يبان. خليه من يدك طيش. هاي شوفوا خاوتي، اول مره تصرا في حياتي. علاه؟ ها شوف هاي. اه ما خافش انا. هاي ارواح. هاي ارواح. اوه تشام باغي يشرب. ديلو الماء يشرب، ديلو الماء يشرب. دوك نعطيه يشرب دوك. سحنا الماء قبيل تما تاع المقارونه هذاك. انا اللي سيته اسمي. دوك نعطيك المقارونه. هاي ارواح هاي. هاي. شوف شوف شوف. شوف كيفاش شوف. صح. شوفوا خاوتي راح نعطي له الماء دروكا بلاك يكون عطشان. اشرب ايش مول اخويا. هيا هيا برنس اروح. هاي هيا هاكي بس نحط له هنا وبعد عليه شويه خليه ترى راح ترى. هاي عطش ما تحركوش اخواتي ما يهربش. سبحان الله العظيم يا سبحان الله، هي احسن صدقه صدقه الماء. ودي ديرها مع حيوان ما شاء الله. شوفوا سبحان الله، هذه بالنسبه لي انا معجزه. ما نشوفهم في الطريق هكا، نمشي في الجبال ولا في الطريق ولا شي يكوبي لي طريق يهربوا. اليوم والله مسكين جانا حتى عطشان وجيعان. برانس انا لقيتو اسم برانس. تشوفها ميمو امانيه. سبحان الله والله غير عطش مسكين. ها وشرب خالتي. شوفوا درت لكم الفيديو تاع قبيل تاع الاخر، وشوفوا دركا عطشان مسكين بغى يشرب. كنا نعطيه في الخبز وشوا. حيوان كيما هذا يشتي ياكل اللحم، ما يصلحش ياكل الخبز بزاف. قلنا نعطيه له المرقاز. شوفوا ترى هيا صاحبي. هاي 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 اروح. هاي برانس. هاي هاي شوف دوك يذوق المرقاز. قسما بالله لا عاد يخطينا. مرقاز مشري من عند بلال من يحيى. لا عطيته له كل. هاي آه مازالت. هاي مازالت خليه معليش خليه يسبن. ها هو كياكل في المرقاز. شوفوا اخوتي دوك يروح ياكل يعاود يرجع. كي يعاود يرجع نزيد لكم الفيديو.